شد المنتخب الأولمبي لكرة القدم الرحالة إلى قطر بقيادة أندري بيير شورمان لإجراء تربص تحضيري الذي ستتخلله مباراتين وديتين مع إحدى الفرق القطرية. شورمان صرح لشروق نيوز أنه سيعمل جاهداً لتحقيق الهدف المسطر من طرف الاتحادية، وهو التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. L'objectif c'est de se qualifier pour la pour les Jeux Olympiques. Maintenant, après, il y a des phases à faire. Après, de trouver vraiment le cadre d'équipe assez rapidement, tout en laissant ouvert à tous les joueurs. المناجر الجديد للمنتخب الأولمبي عبد الحفيظ تصاوت أكد أن هذا التربص وفرصة لتوطيد العلاقة مع شورمان واللاعبين الذين ينحدرون معظمهم من البطولة الوطنية. الهدف المناجر لا هي هدف نضرب اللي نتكلم على هدف الفيدرالية وهدف المنتخب وهدف المدرب الجديد، هدف واحد هو التأهل إلى أولمبياد البرازيل 2016 إن شاء الله. يا أولا لازم الكل يعلم أن المدرب الجديد شورمان راح حل بالجزائر مدة حوالي 40 يوم. نظرنا في اول اتصالات تاعها مع اللاعبين، هو يشوف الان في بوفوار ان بو ليفيكتيف كومبلي، راه يشوف الاخر، وهذه اول خرجه ليه باش يشوف اللاعبين في مباريات وديه، وان شاء الله هذه المباريات هذ الاثنين راح يعطيه لمحه جديده على المنتخب وعلى اللاعبين. من جهتهم اللاعبون اعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المنتخب وعن جاهزيتهم الكبيره لاستحقاقات الكرويه القادمه. ليكيب فيها 25 جوار، ما زالت لا سيليكسيون، كاين دي جوار راح يجونا تانيت، وانا مبريباري ان شاء الله باش كل حاجه نقول لك باش تجينا خدمه سهله بلو طار ان شاء الله. ان شاء الله دوك حنا رايحين لقطر خويا باش نوجدوا البرازيل ان شاء الله باش نكونوا في كما نقول لك في المستوى، وهاد لي ماتش هادو ما رايحين حنا نديروا بريباراسيون نوجدوا روحتينا لي بروشان لي ستاج ان شاء الله. وصافي بليزير تخدم مع اونترينير يتفهم العقليه تاع اللاعب ويتفهم اللاعب مليح، تما هذه يخليك دافع باش يعطيك دافع باش تزيد تخدم اكثر. جدير بالذكر ان علمي لاعب فاق ستيف تعرض لاصابه جعلته يغيب عن هذا التربص، بالاضافه الى عوينا لاعب دفاع تجنانت الذي اصيب هو الاخر باصابه طفيفه في الرجل اليمنى لكن كان ضمن السفريه.